لعمل تمديد للإجازة نقوم بالذهاب إلى زر التحديث الموجود أمام الإجازة المراد تمديدها، نقوم بالضغط على زر تحديث، سيظهر لنا صفحة تحديث الغياب، نقوم باختيار في سبب التعديل تمديد الإجازة، نقوم باختيار تاريخ النهاية الجديد، ومن ثم نقوم بالضغط على احتساب المدة. بعد ذلك نضغط على زر التالي، ستظهر لنا صفحة المراجعة فيها جميع التعديلات تمديد إجازة وتاريخ النهاية الجديد وعدد الأيام الجديد، وأيضا يظهر لنا المعتمد الأول والمعتمد الثاني. بعد التحقق من البيانات نضغط على زر التنفيذ لتوجيه الطلب للاعتماد. بعد اعتماد التغييرات سيصلك تبليغ باعتماد التغييرات.